السلام عليكم. الحقيقة أنا اشتقت إلى قصص الجواسيس، ولذلك هحكي في الفيديو ده قصة جاسوسة كورية اسمها كيم هيون هاي. نتحمل مع بعض الأسامي معلش. اتولدت في كوريا الشمالية 1962، الحكاية مش قديمة أوي. أبوها دبلوماسي، وهي كانت بتحب التمثيل ومثلت في فيلم كوري وهي عندها 10 سنين. تمام لحد كده؟ بعد الثانوية دخلت جامعة كيم سونج. الله، كيم برضو صدفة وتصادف. فراحت كلية اللغات الأجنبية عشان تدرس اللغة اليابانية، والبت كانت حلوة وذكية الله عليها. فبدأوا ياخدوا بالهم من البت دي، وبدأوا يدرسوا لها أوفر دوز ياباني، بيدربوها تدريب خاص يعني مجاميع تقوية حاجة زي كده. وفي يوم قالوا لها عميد الكلية عايزك في مكتبه. طلعت للعميد لقت واحد من الحزب المركزي، قال لها بصي يا كيم يا حبيبتي، انا عارف ان انت لسه بتدرسي في الجامعه، ولكن لذكائك وتفوقك قررنا نحن نرجعك تاني المدرسه. هنوديكي مدرسه التجسس السريه بنات. هتشم بس معانا قوي، عايزينك تروحي تلمي هدومك شنطك كل حاجه، ودعي اهلك كويس عشان احتمال كبير ما تشوفيهمش تاني، واحتمال انت نفسك تموتي او تنتحري، ولو اتقفشتي هيعدموكي. يعني انا مش عايزه اخوفك بس هتشم بس معانا. الحقيقه يعني طبعا كيم بعد الكلام اللي سمعته ده حست بالامان، حست انها مرتاحه نفسيا بصراحه. يعني الراجل كلامه يخش القلب دغري، وراحت فعلا اتدربت في وكاله التجسس السريه دي. وبعدين قالوا لها بصي احنا عايزين نغير لك اسمك، علشان كيم هيون هوي ده اسم غريب كده وصعب، احنا هنسميكي اوكوا، اسم جواسيسي كده، الجاسوسه الصاعده اوكوا. بس بصراحة يعني أنا لو منهم كنت سميتها سهير، ما فيهاش كلام دي. قعدوا يدربوا في أمها 7 سنين. الحقيقة أنا مش عارفة هل ده الوقت الطبيعي للتدريب ولا هي كانت بتشيل مواد، أصل مادة الشفرات دي صعبة بصراحة. بس عادي يعني، أنا أعرف واحد قعد في كلية علوم 9 سنين. 7 سنين بتتدرب على التجسس؟ أمال هتتجسس إمتى؟ دربوها بقى على فنون القتال واللياقة البدنية زي كده. تصدقوا صح، ممكن تكون قعدت ال7 سنين دي بتعمل رجيم ومشي على ال7 نصايح بتوع سالي فؤاد وكده. مش عايزين نخش في تفاصيل، المهم علموها ازاي تمسك السلاح، تصنع متفجرات، تفك شفرات، تخيط بلوفرات. وبعدين قالوا لها لا برضك حاسين ان لسه في حاجه ناقصه، يا حزني، اللغه اليابانيه، عايزينك تتكلميها حلو كده كانك يابانيه. بصي احنا هنتصرف. قاموا راحوا خطفوا شويه يابانيين وقعدوها معاهم. قالوا لها بصي يا حبيبتي بقى معلش احنا هنحبسك هنا معاهم 3 سنين بس، تخرجي من هنا لبلب في الياباني، معلش تخشي يلا هتنبسطي. خلصت ال3 سنين، قالت لهم هي اتجسس بقى؟ قالوا لها لا لا لسه لسه لسه. ايه مشروع التخرج؟ ايه بقى مشروع التخرج ده؟ بيحطوهم في اختبار صعب جدا، عمليه انتحاريه. والله البت رجعت بالسلامه خير وبركه، يبقى البت دي كفاءه ومية مية وهتسد معانا. ماتت يبقى قدر الله وما شاء فعل، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. طلبوا منها ايه بقى؟ قالوا لها هتخش سفاره الدوله الفلانيه، دوله معاديه ليهم يعني، وتسرقي اوراق مهمه وتخرجي وتجيبي لنا الورق من غير ما تتقفشي، وما تخافيش لو اتقفشتي احنا ما نعرفكيش. كلبه وراحت. يا صلاه النبي، راحت كيم او اوكوا وقدرت فعلا تجيب الورق من غير ما تتقفش، ونجحت في مشروع التخرج. قال لها مبروك يا اقوى، مبروك، دلوقتي بس اقدر اقولك خلاص كده هنسفرك ماكاو، ده مكان تابع للصين، علشان ها تتعلمي اللغه الكانتونيه. قالت له لا بقولك ايه، ما انت تحط عقلك في راسك تعرف خلاص. ومسكت في زماره رقبته، ما سابتهوش غير لما قال لها انها هتتعلم اللغه عشان هتنتحل شخصيه واحده صينيه، في شغل جاي اهو. المهم راحت وتعلمت اللغه، وعلموها كل حاجه، زي تعمل شوبينج، علموها ترقص ازاي في الديسكوهات والكباريهات، اصل هما ما عندهمش الحاجات دي في كوريا الشماليه. واخيرا هتبدا المهمه. ضابط كبير في مخابرات كوريا الشماليه قال لها جالنا امر من الزعيم بتدمير طياره كوريه جنوبيه، والزعيم ده كان بالنسبه لها اله. طلباتك اوامر يا سيد المعلمين، ولو طلباتك مش منطقيه نخلق لها مبررات. يا سلام، ولا تزعل نفسك. لا، واللي وقع على امر المهمه مين؟ ابن الرئيس بنفسه، اسمه ايه بقى؟ كيم جونج. هنبدا بقى المهمه. قال لها المهمه دي مش هتبقي لوحدك، هيبقى معاكي الحاج ده، راجل عجوز
جاسوس برضو زيك، ملوش اي لازمه او دور مؤثر في المهمه، بس خدي معاكي بركه. اسمه ايه بقى؟ كيم سونج ال. واخدين بالكم احنا قلنا كيم كم مره؟ الموضوع ده انا مش فاهماه، يعني هل اسم كيم ده عندهم زي محمد عندنا منتشر؟ بس برضو الموضوع زاد عن حد، وده اولاد وبنات اسمهم كيم، ده راجل الجامعه اللي دخلتها كان اسمها كيم، في حاجه غلط. ولا كمان رئيس كوريا الشماليه كان اسمه كيم، فطلع قرار ان البلد كلها تبقى اسمها كيم. انا مش عارفه الحقيقه، بس يا ريت اللي عنده معلومه عن الموضوع ده يشرحها لنا في كومنت. المهم البت كيم دلوقتي ومعاها الراجل العجوز بغض النظر عن اسمه ايه، هنسميه بابا جده، ماشي؟ بصوا بقى ركزوا في الفرهده اللي جايه دي. طلعوا الاثنين من كوريا الشماليه على موسكو، ومن موسكو على المجر. قعدوا في المجر 6 ايام عند راجل عميل برضو الكوريا الشماليه، وفي احتماليه كبيره جدا ان يكون اسمه كيم. الراجل ده اداهم جوازات سفر مزوره باسامي ثانيه تبين ان الراجل العجوز ده يبقى ابو كيم. بصوا بقى للخطط، مكلفين يعني، ما استخسروش. اساميهم ايه بقى في جوازات السفر؟ لا مش كيم، لا ما لو كيم اي حد هيشوف باسبوراتهم هيعرف ان هم من كوريا الشماليه، اتقفشوا خلاص. لا عملوا لهم باسبورات بقى باسامي تحير. سمى البنت مايومي تشينيتشي، وابوها هاتشي ياتشينيشتي. ايه مش هتقولوا لي يرحمكم الله؟ بعد المجر طلعوا على فيينا في النمسا، وبعد النمسا طلعوا على بلجراد بيوغوسلافيا. قابلوا هناك واحد اداهم القنبله اللي هيفجروا بيها الطياره. انا مش فاهمه، ما يخلوا واحد بس يقابلهم يديهم الباسبورات والقنبله وكل حاجه مره واحده، ايه لازمتها المرمطه دي؟ بس عشان يبقى فيه غموض خطه بقى وكده، يعني بغض النظر ان اصلا بعد المرمطه دي هم ما فيهمش نفس اصلا يفجروا طيارات، ومش مراعيين ابدا الراجل المسن اللي مودينه معاها. وبعدين من بلجراد على بغداد في العراق، فضلوا قاعدين في المطار 3 ساعات ونص مستنيين رحله 858، دي الطياره المفروض يفجروها. راكب فيها 115 واحد من كوريا الجنوبيه. الطياره دي كانت طالعه من بغداد على سيول في كوريا الجنوبيه، المسافه طويله قوي، فالطياره هتنزل ترانزيت في مكانين، اول مكان ابو ظبي في الامارات، وبعدين في بانكوك بتايلاند. تمام كده، ركبوا الطياره من بغداد ومعاها راديو جواه قنبله، وقامت ظبطت القنبله انها تنفجر كمان 9 ساعات، وقامت حطت الراديو ده او القنبله في البتاع اللي فوق الكراسي اللي هي بيحطوا فيها الشنط دي، والطياره طارت وهم فيها. فضلت تبص للناس اللي حواليها وتقول ياه انتوا كمان 9 ساعات هتبقوا كفته. قلبها حن اللحظه، ولكن سرعان ما فاقت لما افتكرت ان اللي قلبه بيحن يا بيتسجن يا بيتعدم، وافتكرت المقوله اللي علموها لها، تسمع الكلام تاكل حمام، يحن بقى قلبك يهن علينا ضربك. فارتجعت على طول عن الافكار اللي كانت في دماغها، لحد ما الطياره نزلت في اول ترانزيت فين؟ في ابو ظبي. قالت له اصحى يا بابا جدو يلا عشان نفلق. نزلوا هم وسابوا القنبله في الطياره، والطياره كملت الرحله بتاعتها من غيرهم، وهوب انفجرت الطياره. الطياره كانت طالعه من ابو ظبي على تايلاند الترانزيت الثاني، فالسلطات الترانزيتيه السلطات التايلانديه لقوا حتت من الطياره وقع عندهم، ومش لاقيين الناس اللي كانت في الطياره ولا جثث حتى، فشكوا في كوريا الشماليه. قال لا بالسرعه دي؟ ليه بقى؟ بيقول لك قبلها بفتره رئيس كوريا الجنوبيه كان طالع في زياره لبورما، وكوريا الشماليه كانت عايزه تختال تموت رئيس كوريا الجنوبيه، فقالوا نغتاله وهو في بورما عشان محدش يشك فينا. فغلطوا غلط بسيط، قتلوا 21 واحد من الناس اللي كانت جايه مع الرئيس، وما قتلوش الرئيس، قناصه محترفين. لا وكمان عرفوا ان كوريا الشماليه هي اللي وراء محاوله الاغتيال دي، يعني فشل مضاعف. المهم بعد حادثه الطياره قامت كوريا الجنوبيه رجعت قائمه الركاب اللي كانت على الطياره، اجراء بديهي، فاكتشفوا ان في 2 ما كملوش الرحله ونزلوا في ابو ظبي، فشكوا فيهم، شيء بديهي برضو، شيء بديهي اكتر من اللي قبله. شافوا جوازات سفرهم لقوها جوازات سفر يابانيه باسم مايوما تشينيشتي وهاتشا تشينيشتي. كشفوا على باسبوراتهم لقوها مزوره. اوبا فين بقى دلوقتي البت كيم وبابا جدو؟ بعد ما نزلوا في ابو ظبي حاولوا يسافروا على عمان معرفوش، قالوا نطلع على روما بيتفسحوا يا حبايبي. وفجاه لقوا قوات الامن جايه في وشهم، قالت له بص يا بابا جدو شايف الضباط اللي جايه في وشنا دول؟ قال لها فين دول يا بنتي؟ قالت له البس النضاره يا حاج وركز معايا، الضباط اللي متجهين ناحيتنا دول معناه ان العمليه نجحت والطياره انفجرت. قال لها بركه بركه يا اختي. قالت له بس هم اكيد مش جايين يكرمونا،
ده ملوش معنى غير ان احنا اتكشفنا يا بابا جدو. قال لها اه بصي يا بنتي، مهما حصل ومهما ضغطوا علينا في التحقيقات انا هصر على ان انا هتشيتشنشتشي. امين. معلش انا اسفه، بس قبل ما اكمل القصه في حاجه استفزتني لازم اقولها. انتوا واخدين بالكم معايا ان مخابرات كوريا الشماليه بيبذلوا مجهود كبير جدا بس في اتجاهات غلط؟ يعني 7 سنين تدريب وثلاث سنين ياباني ومش عارفه اتعلمي صيني ومن كوريا لموسكو للمجر ليوزوغلافيا. ايه وايه يوزوغلافيا دي؟ وخطط وتعب ومشاوير ومصاريف، وفي الاخر اتكشفت في اول مهمه ليها. مفيش جاسوس اتقفش بالسرعه والسهوله دي. بيفكروني باللي يقعد يدح ويذاكر وفي الاخر وهو في قلب اللجنه يكتشف ان الامتحان في ماده تانية. نرجع لقصتنا دلوقتي. هم واقفين وقوات الامن داخله عليهم. دايما مخابرات اي دوله بيبقوا مدين للعملاء بتاعهم سم عشان اول ما يتقفشوا ينتحوا، قبل بقى ما حد يقعد يحقق معاهم ويعذبهم ويعدمهم. لا، ما حدش يعدمنا، احنا نموت نفسنا. احنا صغيرين فاكرين قصه امينه المفتي؟ كانوا مدينها السم في حبايه كده كانت حاطاه في شعرها. كوريا الشماليه بقى ادوهم السم في ايه؟ في سجاير. فقوات الامن قال لهم اتفضلوا معانا. فبابا جده قال له حاضر يا ابني، بس ممكن بس تدينا فرصه نشرب سيجاره قبل ما نيجي معاكم؟ خدي سيجاره حبيبه بابا، روقي على نفسك، انت ما اصطبحتيش النهارده يا بنتي. طبعا عم الحاج اصلا بيفيص لوحده، وبعد الفرهده والمشاوير دي كلها نفسين كان مات. مش فاهمه بصراحه الراجل ده، يعني هو اصلا ما كانش ليه دور مؤثر في المهمه، هو طالع المهمه عشان ينتحر بس. المهم الضباط لما لقوا الراجل فيص فاخدوا بالهم ان السجاير دي فيها حاجه، فشدوا السيجاره من بق البت. قالت اه ده احنا شكلنا داخلين على مرار طافح. قعدوا يحققوا معاها في البحرين وهي على كلمه واحده، انا ما يوم اتشنشتي وما اعرفش حاجه. زهقوا منها نقلوها على سيول في كوريا الجنوبيه يحققوا معاها. قالت لهم يعني انتوا مصرين ان انا مش مايوما تشنشتي؟ انا هريحكم. فعلا انا مش مايوما تشنشتي ولا ابويا هتشنشتي، انا صينيه واسمي باي تشاي هاي. ها ايه رايكم بقى؟ لا انا في الحوارات ما اقولكوش. قالوا لها طب فين اهلك؟ قالت لهم انا يتيمه. وبدات بقى في الصعبانيات، وعشت في اليابان وبجري ورا يابانيين صغيرين. الحاجه اللي كانت مأكده لهم انها كدابه ان لما حللوا الماده اللي كانت في السيجاره لقوها نفس السيجاره اللي كانت بتبقى موجوده مع الجواسيس اللي مسكوهم من كوريا الشماليه. يبقى انت جاسوسه من كوريا الشماليه. قعدوا 8 ايام يحققوا معاها، وفي الاخر قرروا يفرجوها فيلم. وروها فيلم عن حياه الكوريين الجنوبيين. فاكتشفت ان كوريا الشماليه كانوا غاسلين دماغها ومفهمينها وبيحكوا لها حاجات مش حقيقيه عن كوريا الجنوبيه. فطبعا انهارت جدا، ورد فعلها كان غريب. قامت حضنت الضابط اللي كان بيحقق معاها وطلبت منه يسامحها، وطلعت في مؤتمر صحفي عقدته وكاله تخطيط الامن القومي ووكاله المخابرات الكوريه الجنوبيه، واعترفت بكل حاجه قدام الناس، واعترفت على بابا جده. اتحكم عليها بالاعدام، ولكن رئيس كوريا طلع قرار وعفى عنها، قال انها ضحيه وان المفروض يتحاكموا هما مخابرات كوريا الشماليه. خرجت كيم من السجن والفت كتاب حكت فيه قصتها، وسمت الكتاب دموع روحي، وخلت العائد المادي من الكتاب ده لاهالي الناس اللي ماتوا في الطياره. المفاجاه بقى هنا انها اتجوزت الضابط اللي حضنته في التحقيق وخلفت منه 2. وطبعا مش مهم ابدا نعرف هم اولاد ولا بنات، لان اكيد كده كده هتسميهم كيم. وحطوا عليها حراسه شديده جدا علشان كوريا الشماليه ما تبعتش حد يقتلها. بالنسبه لكوريا الشماليه قالت البت دي كداب، احنا ما نعرفهاش. في 2005 طلعت في لقاء تلفزيوني سالوها عن اهلها اللي في كوريا الشماليه اللي ودعتهم في اول الفيديو. قالت ان كان في واحد هربان من كوريا الشماليه فسالته عن اهلها. قال لها من 15 سنه ساعه ما هي اتكشفت قاموا مسكوا اهلها واعتقلوهم. اه غباوه كده، وما تعرفش حاجة عنهم خالص. وبكده تكون القصة خلصت، وأشوفكم في فيديو جديد.